الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، أنا موظف في مؤسسة حكومية ويكتب لي مديري انتداب ولست أذهب إلى هذا الانتداب، وكذلك يكتب لي خارج دوام دون أن أذهب للعمل، علما أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية يعلم بذلك وموافق عليه. هل يجوز لي أخذ هذا المال؟ وماذا أفعل بما يصرف لي؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب هذا من المال الحرام، هذا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه ولا ريالا واحدا بل ولا قرشا واحدا، لا يجوز لك يا أخي المسلم، جزاك الله خيرا على حرصك على هذا السؤال، لا يجوز لك وفقك الله أن تأخذ شيئا من هذا الانتداب، لأنه مبني على التحايل ومبني على الكذب والإخبار بمخالفة الواقع. وكون المدير المباشر يعرف ذلك فإن هذا خيانة من هذا المدير، هذا خيانة من هذا المدير، لأنه لم يخول له النظام أن يعطي مال الانتداب إلى رجل لم يخرج ولم يذهب ولم يعمل، فكل هذا من الخيانة، فهذا خائن هذه الأمانة وخائن لما استؤمن عليه، وويله يوم القيامة من الله عز وجل إن لم يتب إلى الله عز وجل. فلا يجوز له أن يسمح لك بذلك ولا أن يسوغ لك ذلك. ومثل هذه الأموال العامة لا تدخل فيها المجاملات ولا استسماح النفوس ولا النظر لاعتبارات أخرى، وإنما هي أموال مصروفة على أعمال معينة، فمن قام بهذا العمل جازت له هذه الأجرة، وأما من لم يقم بهذا العمل في صدر ولا ورد فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذه الأجرة. وأما الأموال التي أخذتها سابقاً فيجب عليك أن تخرجها عن مالك وأن تنظر مقدارها وأن تدخلها في حساب إبراء الذمة، أن تدخلها في حساب إبراء الذمة، لا تتصدق بها لأن هذا مال عام للمسلمين حق فيه، فلا يجوز لك أن تتصدق به عنهم لعدم إذنهم لك في ذلك، فهذا مال عام فيجب عليك أن ترجعه لخزينة الدولة، وذلك في إدخاله في هذا الحساب الذي افتتحته الدولة مشكورة، يدخل الإنسان ما يغلب على ظنه أو ما يظن أو ما يتيقن أنه دخل عليه من أوجه محرمة، فمثل الإجازات المرضية الكاذبة أو الانتداب الكاذب أو غير ذلك من الأموال المحرمة يدخلها الإنسان في هذا الحساب، وتبرأ ذمته مع التوبة الصادقة النصوح، مع الوصية لك وفقك الله أن تنصح مديرك على ألا يفعل ذلك مرة أخرى، والله أعلم.